اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مع بدايه الاسبوع طبعا متفقين ان بتكون فقره تدريبيه تعليميه لهواه المطبخ والمبتدئين كمان. يعني نقول الف باء مطبخ مش قوي كده، يعني احنا شطار على فكره حتى لو دخلنا المطبخ في كل اوقاته. معانا النهارده البيتزا، هنعملها بفكر جديد في الطاسه ازاي، والعجينه هتبقى مختلفه. متعودين على البيتزا في مقاديرها بيكون في خميره، مش هتدخل خميره النهارده، هتكون المفاجاه هنعمل عجينه البيتزا ازاي. معانا التشيكن تندر اللي بناكلها ببعض المطاعم بتبقى كريسبي، يقول لك عايز معاها صوصات ايه، عايز بطاطس، عايزها كومبو مش كومبو، الجو اللي احنا عارفينه بتاع المطاعم ده بلاش منه. انا هخليكي تعملها في البيت تبقى كريسبي، وتعملها سبايسي او مش سبايسي حسب رغبه ولادك وزوجك اهم حاجه. معانا كمان البسطرمه، متعودين على طبق البيض بالبسطرمه بيكون فطار الصبح. النهارده هنعمل عجينه الطعميه، معانا مع بعض العجينه جاهزه، ولكن هنعمل الطعميه محشيه بسطرمه بفكر الشيف المغازي للمبتدئين في المطبخ، ولكن من غير ما نحمرها في الزيت. حلقه مهمه جدا، فقره تعليميه تدريبيه لهواه المطبخ، ما زلت بكرر وده عنوان الحلقه. عايز حضراتكم، عندنا بنوته حلوه، عندنا الشباب الحلوين اللي قاعدين في البيت النهارده، بنحب نتابع المطبخ، بنحب نخش المطبخ. هنبدا مع بدايه الاسبوع ان شاء الله نعرف ازاي نخش المطبخ، وزي ما قالت الست ام كلثوم واثق الخطوات يمشي ملكا حتى ولو في المطبخ. اطرحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هنشتغل في عجينة البيتزا. هستأذن فريق العمل. مقادير عجينة البيتزا على الشاشة. بساطة، سهولة، مرونة مع الشيف المغازي. عبارة عن دقيق، كوبايتين، بياخدوا معلقة بيكنج باودر صغيرة، بياخدوا رشة ملح صغيرة، وكمان بيضة في المقادير، وبنعجن العجينة بالحليب الدافي أو المية الدافية حسب الرغبة. مقادير العجينة على الشاشة، وعلشان نختصر الوقت بتاعنا أنا عاجنها ومجهزة. وتاخد فترة التخمير الأولى تقريبا 50 دقيقة، وقت كبير علشان العجينة دي أنا هخبزها على عين البوتاجاز، فلازم تاخد مرحلة التخمير. للمبتدئين في المطبخ، لما ندخل في العجينة بيكنج باودر خليكي كريمة في وقت التخمير بتاعها، غير الخميرة لما نحط عليها سكر عشان تشتغل. بالكتير خالص 15 دقيقة 20 دقيقة ممكن نستخدمها. معانا دقيق، ومعانا بيكنج باودر، معلقتين من الزيت، بيضه في المقادير، السائل بتاعنا يا اما حليب دافي يا اما ميه دافيه اللي بنكمل بيه العجينه بتاعتنا. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل عجينه البيتزا على عين البوتاجاز. الحشوات عندنا جبنه موزاريلا، وعندنا زيتون شرايح، وعندنا التوبنج بتاعنا اللي هي صلصه البيتزا بتاعتنا اللطيفه الحلوه اللي الشيف مغازي بيدخل معاها مكسرات، وفلفل رومي وطماطم وبصل زي ما انت حابه. ممكن تعملها بالسجق البلدي، ممكن تعملها بصدور فراخ، ممكن تعملها باللحمه المفرومه زي ما احنا حابين، ممكن تعملها تشيز لافر تشكيله من الجبنه حسب الرغبه. ولكن وانا بعمل الحلقه دلوقتي مامي قاعده جنبك بتقول لك انا بعملها على عين البوتاجاز، بس الجبنه ما بتشدش مننا، بتقطع، بيبقى شكل الجبنه مش لطيف. التركية هنا بتقول ايه بقى؟ بنجيب طاسه، وانا دخلت الاستوديو طبعا حاولت ان انا اجيب طبق غطا اطبقه على الطاسه. بحط العجينه هنا واسويها، وبعد ما اسويها كويس من الناحيتين بحط التوبنج بتاعي زي ما انا عايز، وبعدين بحط الجبنه في اخر حاجه وبغطيها كده بالغطا ده كده لمده 3 دقايق. ايه اللي بيحصل هنا كيميائيا؟ البخار بتاع التوبنج اللي هو صلصه الطماطم مع الحشوات بتاعه الفلفل والطماطم بيديني بخار بيطلع على الجبنه الموزاريلا بيسيحها، مع وجود الغطا ده طبعا بيخلي الجبنه بتاعتنا تشي. هو ده المطبخ، بساطه، سهوله، مرونه. تعالوا نشوفوا ده عملي مع بعض. انا حبيت اشرح نظري بس لان شويه بتوصل بالموضوع، لان هي فقره تعليميه تدريبيه يا عم شفيق. حلو الكلام، تعالوا نعمل عجينه مع بعض ونفرتها مع بعض. واحده واحده كده. نشيل ده كده نخليه ايه ورا لما يجي وقته. حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. لما بنستخدم بيكنج باودر في العجينه مش شرط انك تستخدمي سكر، ولكن هنحط شوية سكر في العجينة علشان تقويها شوية وتديها ايه؟ قرمشة. نفرد العجينة كده مع بعض اهو، وبعصاية صغيرة كده اهو. شفت انا حتى جايب عصاية صغيرة للمبتدئين، ان الشبكة الكبيرة دي ممكن تكون كبيرة على الاولاد شوية. عجينة لطيفة وحلوة اهو. عيني الفراخ اهو، تمام.
انا خايف تقع من على الكاونتر بس، وتخلي العجينه دي كده زي الفل كده. ادي واحده اهيت بالشكل ده كده، وافرتها بالشكل ده كده. مهم جدا وانت بتفردي العجينه خليها بشكل دائري، طالما احنا هنعملها في طاسه اهو زي الفل. عند الطاسه بتاعتي بقى بتخليها سخنه قوي، عندنا واحده كبيره وواحده صغيره، خلونا نبدا بالصغيره دي كده الاول عشان عايز اعمل لكم اتنين تلاته. بتحطي رشه زيت صغيره اهو، كانك بتخبزي عجينه كريب زي الفل. بالفرشه كده بنوزع نقطه الزيت دي او معلقه الزيت على الطاسه. حلو، وبناخد العجينه كده نتخلص من الدقيق بتاعنا. حلو قوي السماكه دي، ونحطها في قلب الطاسه كده وتاخد وقتها في السوا. حلو الكلام، خلونا نفرد لنا اتنين تلاته بقى، واذا حابين تطلعوا فاصل انا جاهز، وخلونا مع بعض نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف اسرار عمل البيتزا في الطاسه بمكونات مختلفة. مش خميرة النهاردة، معاها بيكنج باودر للمبتدئين في المطبخ. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بحلك سرك يا ابو الشيف، بقدر الامكان عايز اعمل 30 40 واحده. ابن عازم صحابه في النادي، بنوت الحلوه عازم اصحابها، عايزه توريهم ان هي شاطره اتعلمت حاجه حلوه من الشيف المغازي. احنا بنعمل البيتزا دلوقتي في قلب الطاسه. حلو الكلام، واحده واحده. اهم حاجه ان العجينه تستوي لانها مش هتخش الفرن. تاني اهو، دول كام؟ اتنين معانا وتلاته، خمسه. حلوين قوي. حلو، عشان نعمل اللي بعد كده. دي العجينه جاهزه، تعالوا مع بعض نشوف ايه اللي عملناه هنا. ايه الاخبار هنا؟ اللهم صل على النبي. وايه الاخبار هنا؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت انا بعمل التوبنج كده اهو خلاص. والحلاوه اول حاجه النار بتاعتك على البوتاجاز تكون مظبوطه، وما تحطيش الحشوه للاطراف كلها، ده مهم جدا على فكره. سيبي كده جمال العجينه وزيت الزيتون في اطراف العجينه باين وزي الفل. معانا الزيتون اهو بالشكل ده كده، حلو قوي. معانا موزاريلا، ممكن نحط جمبري، نحط لحم مفرومه زي ما انت حابه، اهم حاجه تضمني ان العجينه استوت بالشكل ده كده. في يا شيف مغازي، طب الجبنه هنا ما ساحتش، الله يوفقك. عايزين الجبنه، الاولاد متعودين ياخدوا الجبنه مطاطيه على البيتزا. اعمل واحده بالبسطرمه؟ حاضر يا غالي، خرجنا بيحب البسطرمه في البيتزا، انا بحبها بس بحبها مع طبق البيض الصبح. وانت بتحط الجبنه على الزيتون خلي الزيتون باين كده بجماله. حلو الكلام. ممكن نحط فلفل رومي زي ما انت حابه، تقطعي فلفل شرايح، بصل شرايح حسب الرغبه، ممكن نعمل اتنين تانيين، ولكن خلونا نتكلم عن التركايه اللي احنا عايزين نقول عليها. بالشكل ده البيتزا زي الفل، تسلم ايدك يا عم الشيف. الشيف المغازي هيعمل ايه بقى؟ واحدة واحدة مع بعض كده. معلقة مية، قليل من الماء. شفت انا بعمل بس خلاص، شفت وغطي الحلة. ايه اللي بيحصل هنا بقى؟ البخار اللي بيطلع ده كده. شوف غطى تاني للحلة دي كده او للطاسة دي كده. جنب مش على البيتزا. زي الفل. نشيل ده كده نخليه، ونغطي دي كده. ايه الجمال ده يا شيف؟ هتشوف الجبنه دلوقتي هتسيح معانا ولا مش هتسيح، ونشوف كلام الشيف مظبوط ولا مش مظبوط، واحنا مع بعض. بس اهم حاجه النار تكون هاديه. المخرج بيسالني بيقول لي حطيت ميه، انا ما بشوفش حد بيحط ميه على العجين، ايه اللي انت بتعمله ده؟ وارد حدش تابع الحلقه من الاول. وجود معلقه ميه في الطاسه وهي سخنه، الميه دي بتتبخر مع التوبنج بتاع البيتزا، بيسيح لي الجبنه الموزاريلا اللي على وش العجينه. حلو الكلام؟ احنا بنسيبها كده. بدأت تسيح الجبنه ولا لا؟ معايا الاساتذه المصورين شطار جدا. الجبنه ساوي نسيسها، نغطيها برضه كمان. نشوف دي ونبص عليها. واحده واحده اهي.
زي الفل. نظبط النار؟ اه. نعمل لنا اتنين بقى، تلاتة، أربعة. ما عنديش فرن في المطبخ بتاعي، والشيف المغازي ما حرمنيش إن أنا آكل إيه؟ بيتزا. اه. والبيتزا العجينة هتبقى بقرمشة وزي الفل، وتفاصيلها باينة في أطراف العجينة وزي الفل. معانا العجينة جاهزة وفردنا واحدة اتنين وتلاتة وإحنا مع بعض. نبص على البيتزا، إيه الأخبار؟ اللهم صل على النبي، إيه الجمال والحلاوة دي؟ أنت لو دخلتها الفرن الجبنة هتسيح كده؟ مستحيل. آه. زي الفل، اه. نغرف البيتزا بتاعتنا ونشيلها من النار الأول. اه. اللهم صل على النبي. يا ويلي. وكمان التانية جنبيها. اللهم صل على النبي. والعجينة إيه؟ عايز أقول لك طرية. أه. ألف أنا وشفت. خليها فين ديت؟ أه. نعمل واحدة واتنين وتلاتة طالما معانا العجينة زي الفل. طيب. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وقال لك البغازي السر في الطاسة مش في الكراسة. ايه الجمال والحلاوة؟ العجينة عجينة هشة واخدة بيكنج باودر لطيفة وزي الفل. الطاسة دي كبيرة شوية، شايف الصلصة بتاعتها؟ انا بحب الصلصة كتير قوي. اهو. حط بقى زي ما انت حابة، زيتون، فلفل، موزاريلا، حبة جبنة الشيدر، مفيش مشكلة. اهم حاجه تكون جبنه مطاطيه لان الاولاد بيحبوها بالجبنه. زي الفل. حط عليها شويه ريحان اخضر مفيش مشكله. ها. انا واقف في المطبخ بالسلة، معايا عجينه جاهزه، معايا التوبنج كتير اهوت، وبعمل واحده واثنين وثلاثه واربعه. والاولاد بيحبوا البيتزا، يعني ازاي يعني بيبقوا ايه حابينها، ياكلوها كل يوم حتى مفيش اي مشكله بالنسبه لهم. الدوناتس. حاضر. عينيا. رشة زعتر على الموزاريلا. الدوناتس عبارة عن كوبايتين من الدقيق، بياخدوا بيضة، معلقة خميرة، معلقة بيكنج باودر، وربع كوب من الزيت. بنعجن العجينة، مرحلة التخمير تمر ثلاث مرات. المرة الأولى بعد العجين مباشرة نص ساعة، المرة الثانية بعد فرد العجينة وتقطيعها بالشكل المناسب، والمرة الثالثة قبل ما نحطها في الزيت تطلع تلاقي الشربات أو التوبنج بتاعها سكر أو كراميل أو شوكولاتة. العجينة جاهزة زي الفل. تعالوا نشوف الغطا بتاعنا أهو، وهنا كده، ونكمل حكاية التندر بتاعنا. اه. جمبري مشوي مقلي، قول لي يا غالي، أنا تحت أمرك. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ولا والجبن إيه؟ ما أقولكش. اه، تفاصيلها معانا أهو، إيه الجمال والحلاوة دي؟ اه. وأدي كمان اتنين بيتزا. اه، ألف أنا وشيفة للي ياكل. إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ممكن تعمل حاجه حلوه بقى، عندك صدور فراخ مشويه معاها تبقى لطيفه وحلوه. نطلع الطعميه نبص عليها. يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. فقره تدريبيه تعليميه مع بدايه اسبوع سعاده وهنا لكل اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. رؤيه فن ابداع، بنشوفه منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.